اول حاجه تقال بزاف الحوايج على عادل باقي، دونك تقال بزاف الحوايج مغالطات اللي عادي. شوف في الرجاء خاص يكون عندك قابليه لكلشي، قابليه لهادشي هذا كامل. اول حاجه اتصلوا ببوكرين وقولوا ليه شكون اللي استقبل بوكرين، وشكون اللي تواصل مع بوكرين، وشكون اللي تلقى بوكرين فاش جلسنا معاه فاش جا، وشكون اللي تفاوض مع بوكرين. دونك اول حاجه العام الموسم الماضي اللاعبين الحمد لله اللي جاوا، اول حاجه هذاك عمل ديال مكتب مديري باش يكون واضح، كاينه شي حاجه ديال عادل باقي، هذاك عمل ديال المكتب المديري. كان سكون ابيل لو بيلوت، كاين لو بيلوت ديال واحد لا كوميسيون، حيت الناس وقع لهم واحد الخلط حتى الموسم الماضي. السي عادل باقي اللي بغى يولي مدرب، السي عادل باقي اللي بغى يولي مدير رياضي. عادل باقي اللي هو مدبر، تدبير كاين دو نيفو، خذوا اي شركه اي هدف التدبير هي دو نيفو دو مانجمنت، هي لو مانجمنت يعني اللي كدير التدبير كدير التقرير ديال العمليه، وكاين المستوى التقني، المستوى التقني كيكون عند التقنيين، والتدبير كيقدر يكون تقني مشى قرا دار فعل كيولي مدبر اولا كيكون مدبر. دونك عادل باقيلي هو بيلوت ديال واحد لا كوميسيون في شقها التدبيري، في شقها داخل المكتب المسير. اما المسائل التقنيه فكيقوموا بها التقنيين في داخل نادي الرجاء الابليكاسيون. عادل باقيلي ماشي هو اللي كيجي كيبدا يختار هنا دير هنا فعل هنا، لا سي با سا. مي عادل باقيلي كيوقف على لا فيزيون دي سبورتيف دو كلوب، وعادل باقيلي عنده من المؤهلات باش يوقف على هاد لا فيزيون. يقدر يبلانيفي، يقدر يشوف الاولويات، يقدر يشوف ليكوسيستيم اللي غادي نلعبوا فيه، يقدر يشوف شي معطيات ويعطي الاولويه لهذه على هذه. سا سي مون طرافاي او سان دان كوميتي اللي كنطرحوه مع الاخوان في المكتب وكنتناقشوا فيه وكيفاليديه هنا البريزيدون، وكنعطيو الخدمه للتقنيين باش يشتغلوا. هاد القضيه ديال اللاعبين ما كايناش، اللاعبين اللي كانوا الموسم الماضي كان عليهم اجماع كانوا فلاتات، بقاو فلاتات اللي الحمد لله المكتب المديري قدر يدبرها بسرعه بلا ما نرجعوا ليها. اما اللاعبين اللي كاينين فهادو لاعبين اللي كلهم كان عليهم توافق وكلهم فرحانين بهم. ابخي الا كان شي واحد بغى يطلق امور اللي ما كايناش من حقه هذاك ما كاين مشكل.